انتشرت في عدن ما بعد الحرب ظاهرة إطلاق الرصاص في الأعراس كنوع من الاحتفال لم تكن تعرفه المدينة. زادت شكاوى الناس من مخاطر هذه الظاهرة والتي تتسبب بإصابات تصل إلى المستشفيات وتسجل وفيات بنسبة متواترة. الإصابات معظمها من الأطفال، ودائما تكون إصابات في الجزء العلوي من الجسد وغالبا في الرأس. طبعا يعني إصابة الرأس عادة تكون قاتلة أو تسبب إعاقة دائمة. وفي الليالي ذاتها التي تشهد هذا النوع من الاحتفال، رأينا شباب الناشطين يقومون بتصوير تمثيلية قصيرة وتوعوية عن مخاطر هذه الظاهرة. وبمبادرة عملية استغل الشاب وجدي محمد إقامة عرسه لضرب نموذج إيجابي يرفض هذه العادة ويدعو كل الشباب إلى تركها. أرجو منكم أي عريس أن يمنع هذا طلق الرصاص، لأن الراجع والله يعور يا شباب. هذه مبادرة طيبة من إخواننا أهل عدن، والله نحن في المقاومة نكره هذا الشيء. وجدي محمد تعافى من إصابة تعرض لها في إحدى الجبهات، توفي في الكمين نفسه 15 من رفاق المقاومة. في صبر كلهم في نفس الشخص، لكن الحمد لله. يتذكرهم ولا ينسى أن يواصل حياته الطبيعية ويدعو إلى كل ما يحفظ الحياة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.